حابة أتكلم اليوم عن أغنية أو كليب يا وطن الزبرقان اللي غنتها الفنانة الكبيرة أحلام إلى جانب بشار الشطي، وطبعا كانت كلمات يوسف الشطي ومن توزيع بدر كرم هذا الموزع العجيب، إخراج خالد الرفاعي. طبعا أنا بس أحب أوضح أن الزبرقان معناه البدر ليلة تمامة. الكليب أو الأغنية حتى كأوديو جميلة جدا، بل يعني أقول رائعة، خاصة حضور أحلام أكسب العمل فخامة. فالعمل يعني كأغنية أو أوديو وايد جميلة، رغم من أنه تراها في صعوبة كبيرة بالكلمات ووجود الأطفال حواليهم عطاها يعني حماس. ذكرنا بصراحة في أوبريتات الوطنية القديمة اللي كانوا يقدمونها شادي الخليج وسناء الكراز، يعني كان في وايد هذا الجو، والصراحة كنا مشتاقين حق هذا النوع من أول وجديد، خصوصا مع فنانة كبيرة نفس أحلام. لكن أنا ما تحكى من صوب أحلام، يعني كل عمل في إيجابيات في سلبيات، لكن مساوئ العمل رغم كثرة إيجابيات، شوف أنا قاعد أقول وايد في إيجابيات، لكن في أيضا كل عمل في مساوئ. المساوئ أوكي قليلة في العمل، إن بشار الشطي أنا ما أدري ليش لما الحين مصر على الغناء. يا أخي أنت في التلحين والتمثيل ملك يا أخي، على قولة خالد الشيخ اللي تحبه يا ولد يود عليه. يعني أنت الشيء اللي ناجح فيه كممثل وكملحن عجيب، يعني شوف ها قاعد امدحه مو قاعد اسأل، قاعد اقول ان في اصرار الا يبي يغني. المشكله يعني انا اصرار بشار الشطي دائما بالغناء يذكرني بخالد المريخي. خالد المريخي لو تذبحه تعطيه اغنيه من كلماته لازم يلقيها قبل الاغنيه بعدين المطرب يغنيها. فكذلك اذا عمل ضخم ومن سواء من كلمات او من الحان بشار لازم يمثل لازم يغني، حتى لو شنو لو تجيب له منو ما كان لا 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 لا, لا انا معنى في اسامي وايد. هو مشكله انا اقول يعني بشار صوته قدام يعني احلام وايد ضعيف، مو متناسب مع احلام. احلام صوتها عريض في مساحات كبيره، والصراحه عربت عليه في هذول يعني أصحاب كار الغناء يفهمون كلمة عربت عليه طقتها مليون صفر. بشار يعني أنا شايفة بشار للأسف صوت ما في شخصية. تدرون شنو الصوت اللي ما في شخصية؟ أنا أقول لكم شلون. شايفين راشد الماجد، شايفين شم حمدان مثلا، عندكم حمود ناصر، ما في ناس أول ما تسمع صوتهم أنت عرف أوه هذا فلان، ما تحتاج انك تقول هذا منو اللي قاعد يغني مثلا ويا احلام. فهني قال والله ايه بشار الشطي او في اصوات كذي ما لها شخصيه. احلام من هذه الانواع اللي مجرد تسمع الاغنيه احلام خلاص صوت شخصيه واصل. طبعا هذه نعم من عند رب العالمين، ما فينا نتكلم ان خصيت منه وما عطيت منه، هذا عاد شيء من الله. فأنا أقول إن صراحة يعني صوته كان وايد ضعيف قدام أحلام، وأنا أقول أحلام عربت عليه إلى جانب مساحات صوتها طقتها مليون صفر. يعني للأسف الموضوع طلع من إيد بشار. لكن أنا قاعد حكى يعني الكلمات وايد كانت صعبة أمانة. أنا وفي مشكلة بشار مخارج الحروف عنده مأساة. يعني يعني أنت مغني لازم يكون مخارج الحروف عندك سليمة. يعني هو مشكلته بشار، يعني أنا وأغلب الناس ترى لما أعلنت أن أنا بتكلم عن موضوع كليب الفنانة الكبيرة أحلام أوكي، قلنا لهم أن الكل قال إحنا في كوبليهات ما كنا فاهمين بشار إيش قاعد يقول. أنا واحدة كمستمعة عادية ما لي شغل لا نقد لا صحافة لا أي شيء، انا في شغلات انا في كوبليهات والله ما فهمت بشار ايش قاعد يقول، والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، وبعيدا عن اي امور شخصيه بينه وبين بشار. لكن انا قاعد احكي والله ما فهمت هو في كوبليهات ما كنت افهم شنو هو قاعد يقول، الى ان لما احلام نزلت في انستغرامها القصيده كامله مات يوسف الشطي، هني فهمت هو ايش قاعد يقول في الكوبليهات. لكن شو سمعوا مخارج الحروف عند احلام
كل شيء سليم، ما في كلمة قالت من عند أحلام ما كانت صحيحة. أوكي، ما قلنا شنو قاعد تقول، لا مخارج الحروف عند أحلام واضحة، وكبلهاتها كانت واضحة، والصراحة عطت جو من يعني الفرحة عجيبة. أنا هذه المرأة يعني أنا وايد أقول أحلام يعني نقطة وفائها حق الكويت شيء جبار. أتمنى مرات أقول يا ريتنا في ناس يوفون حق، أو فنانين يوفون حق الكويت بنفس درجة أحلام. أحلام ما في عمل حق الكويت يوصل لها إلا تهلي وتعدل وتسوي وتعطي من نفسها. وترى أتحكى وياكم، ترى الماديات في أشياء يعني على الكويت ترى وايد تتساهل فيها أحلام. ترى ما بيتحكى، أنا يمكن في أشياء ما أقدر أتكلم فيها، بس أنا مثلا على اللي عارفة أنه مثلا سور الكويت اللي قدمتها في 2015 رغم أنها هي ما كانت بمستوى أحلام، لكن ترى ما تقاضت عنها أحلام فلوس. أحلام في موضوع الكويت آخر وحدة تتكلم عن الفلوس، مع أنه للأسف في فنانات كويتيات أول ما يقعدون حتى أوبريت وطني إغنية شيء على الكويت، إيه كم الميزانية أول كلمة تنقال، لكن عند أحلام لا. وما حد ينكر وفائها حق البلد اللي احتضنت بدايتها، لكن هذا الإنسان كل واحد يقوله أصلا لأنها أصلها طيب عندها هذا الجمال أحلام بداخلها. يعني ترى لما قالت حق البنية لا حق الكويت أنا أغني، لأن فعلا أحلام عندها هذا الدافع الجميل. وما حد ينكر شلون لما كانت حالتها الصحية يوم استاذ جابر كان مرة ريلها مكسورة، ومع ذلك تعنت ويت وداست على ريلها وهي مكسورة وتسندت وغنت، والمرة اضطرت بعد يعني الأوبريد تسوي عملية بريلها، لأن الوقفة هذا الإنسان اللي ريلها مكسورة ويسوي ويدوس عليها مفروض الريل ترتاح، لكن هي ضغطت عشان الكويت تحملت عملية ثانية بريلها. هذا يعني قولتهم ثواب عظيم يعني هذه الإنسانة. وترى على فكرة في ما أنسى موقف هي لما كانت في استاد جابر، كان الملحن حمد راشد الخضر كان موجود وسلم عليها وقال لها ليش جاية يا يوم فاهد وانتي ريلش مكسورة، كانت تقول له كلمة عجيبة، قالت تستاهلون من يتعنى لكم. مرأة عظيمة عندها هذا الجانب فظيع، وإلى جانب عطت العمل فخامة وفرحة أمانة. يعني بالذات لما رقصت مع البنية صراحة شيء يوسع الصدر، إلى جانب أن خالد الرفاعي أبدع في الإخراج. لكن أنا كنت أتمنى في أصوات ثانية كانت إن ممكن تكون إلى جانب أحلام في الكويت، فيها الكويت هم ولادة. يعني أنا كنت أتمنى أن يم أحلام أحمد الحريبي، حمود ناصر يا أخي مطرف المطرف يعني أوكي، وهم الحان بشار أنا ما أنكر التلحين ماله، اللحن عجيب، لكن يعني للأسف أنا قاعد حكي أقول مخارج الحروف ما كانت سليمة عنده في الأغنية، ما فهمنا رغم أن أساسا الكلمات صعبة، لكن تعال اسمع أحلام تسمع كل شيء صح. بس أمانة رغم كل شيء أنا بس في جانب حكي بشار إنه هذا الجزء، لكن أنا ما أنسى مجهودة بالتلحين وبدر كرم بالتوزيع والإخراج كان روعة، الكليب جدا كان جميل. يعني فالصراحة عمل موفق مو 100% 200%، رغم أن أنا تحكيت 1000000%، بعد رغم أن أنا تحكيت عن ملاحظتي تظل ويا وجهة نظر. ممكن الناس تقول إيه أو لا، السالفة مو حرب، السالفة وجهة نظر وشيء أنا لمست فيه لا أكثر ولا أقل، لكن أتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله أتمنى أشوف أعمال ثانية حق بشار سواء مع أحلام أو غير أحلام. أوكي، بالتوفيق، ودائما ننتظر نجاحات الفنانة الكبيرة أحلام. تشوف
فيكم زعلانين؟ لأن ما خلوني أقدم حل الكويت. ليش؟ لأن خلص البروجرام، هذا حلمي. حلمك؟ كبرت سالفتك. هذا حلمك؟ من هذه قبل هذه بوريك أحلام. تعالوا عندي لك شيء. يا هلا يا هلا يا حلو البنت، شو اسمك؟ سعاد. يلا حيها سعاد. ام فهد. لبي طلبتك. البنية مسوي اغنية عن الكويت وقالوا لها وقت البرنامج خلص، خاطرها تسمعك. لا عن الكويت أنا اللي لازم أغنيها. جايب سبع وثريها ثمان، قدرة الله كثر سديرتي مثل الجبل، اسكنوها آمنين وقد سكنها ذبان، بمشيئة من خلقني بالعجل أو بالأجل، الربيع ولها وانا والشتاء هم لها، ديرتي بكل فصول العام تذهب النفل، ما أحبك والله إني ما أحبك بس عشان انت أبلغ من معاني الحب وحروف. عنيدة يا مديدة يا النجم يا الزبرقة، يا الشديدة يا الزهيدة يا العتيدة كالنخل، يا الأبية يا العتية يا العلية كالشنال، يا الوفية يا الغنية يا بحر ما بهضحل، يا أميرة يا كبيرة قلبي الصكت الظما، يا يسيرة يا عسيرة يا كثيرة كالوبل، يا ذهب يا در كامل يا قلايد من زمان، والله إن الشعر يخجل مثل ملساني خجل، يا عديدة يا مديدة يا النجم يا سبوكة، يا الشديدة يا الزهيدة يا العتيدة كالنخل، يا الأبية يا العتية يا العلية كالشنان، يا الوفية يا الغنية يا بحر ما بضحل، إنني والعمر يمضي مثل ما خيط دخان، ليك ويتفت نامت في فؤادي والمقل، ومضى العمر وأنت يا جمال الخود الحسان، جل من صاغ بلادي دون نقص أو خلل، يا وطن ما لك سوى قلبي ولك قلبي مكان، يوسعك لو كنت تحمل فوق بثنينك دول، كل ما نادى المؤذن قمت ألبي للأذان، لا سجد تدعو إلهي يجعلك بعلى محل، يا العرم رم يا العارين العارين الكن الكنان، يا الغضنفر يا الهزبر الهيثم الليث البطل، علم التاريخ معنى الهون من معنى الهوى، بكرة تنفع من عالم بك علمي ينفع من جهل، قد نطحنا الطيب وبطيل لامسنا العنا، مجدنا مجد السريدي والمهند والأسل، سبعة أشهر ما ذكر منزل من شعبك وخان، قدنا لك من لوله إن الله وحده كمان، يا العرم رم يا العرين الكن الكنان، يا الغضنفر يا الهزبر الهيثم الليث البطل، علم التاريخ معنى الهون العجل.